أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تقرير الأمم المتحدة الذي نفى مزاعم الحوثيين استهداف منشأة أرامكو النفطية السعودية. قال تقرير سري لمحققي الأمم المتحدة إن ميليشيا الحوثي لم تنفذ هجمات سبتمبر على منشآت النفط السعودية. وأضافت وكالة رويترز نقلا عن تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن إنه على الرغم من ادعاءاتها لم تنفذ ميليشيا الحوثي الهجمات على بقيق وخريس في سبتمبر من العام الماضي. وقال المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن إنهم لا يعتقدون أن تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تصنيعها في اليمن. وكانت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية ألقت بالمسؤولية على إيران. وأضاف التقرير أن ميليشيا الحوثي لا تزال تتلقى دعما عسكريا يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا، مشيرا إلى أن بعض هذه الأسلحة لها خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يعنيه نفي محققي الأمم المتحدة مزاعم الحوثيين باستهداف منشآت نفطية سعودية؟ ولماذا تم الإعلان عن التقرير في هذا التوقيت؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. لم ينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت في شرق المملكة، ذلك ما توصل إليه تقرير سري لفريق مراقبي العقوبات التابع للأمم المتحدة، من المقرر أن يعلن هذا الشهر أو الشهر القادم. وتتطابق نتيجة كهذه مع ما أكدت عليه الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية نفسها بشأن مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت في 14 من شهر سبتمبر الماضي منشأتي بقيق وخريص العملاقتين التابعتين لشركة أرامكو. مراقبو الأمم المتحدة عبروا في تقريرهم عن الشك في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ليصلوا إلى استنتاج مفاده أن الهجوم على بقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي شمالي غربي وشمالي شمالي شرقي على الترتيب وليس من الجنوب، كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية. التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريراً مرتين في السنة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائري في اليمن قد تم رفعه بحسب وكالة رويترز إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في 27 من شهر ديسمبر الماضي، لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل. الوكالة ذاتها كانت قد أفادت في نوفمبر من العام الماضي بأن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي وافق على الهجوم على منشآت النفط السعودية، لكن بشروط صارمة منها أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أمريكيين. تقرير الخبراء أفاد بأن قوات الحوثيين لا تزال تتلقى دعماً عسكرياً يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً، وبأن بعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران. وقد تزامنت هذه الأنباء مع إشارة صريحة صادرة عن زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي عن جهوزية جماعته لخوض حرب بالوكالة لحساب إيران، بتأكيده خلال أحدث خطاباته عدم القبول بما أسماها تجزئة المعركة، في إشارة إلى المواجهة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران. إذن أرحب بضيفي الصحفيين من هولندا عبد الله الحرازي ومن بيروت الصحفي طالب الحسني. والبداية من بيروت، سيد طالب، ما الذي يجعل الحوثيين يتبنون هجمات لم ينفذوها بعد أن استمعت للتقرير وربما اطلعت أيضا على تقرير خبراء الأمم المتحدة؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. بكل تأكيد، أولا لا يمكننا حتى الآن أن نعتبر أن هذا التقرير نهائي، ولا يزال سريا وسيرفع إلى وسيعلن لاحقا. وسري، لكن رويترز قد اطلعت عليه وأخرجت ما به. نعم، اطلعت عليه. بودي أن نركز على نقطتين أو ثلاث نقاط تضرب تماما هذا التقرير.
نحن أيضا سننتظر فيما بعد إعلان هذا التقرير ونناقشه بشكل دقيق. نعم. أولا النقطة الأولى أنه يقول التقرير أن الخبراء يشككون في أن هذه الطائرات التي قصفت والصواريخ الكروز التي قصفت المنشآت أرامكو إبقيق وخريف لم تقطع المسافة هذه التي يعني يدعيها الحوثيون كما يقولون من اليمن إلى السعودية. نعم يشككون. لحظة، يشككون يعني ليس لديهم أدلة، ليس لديهم أدلة على الإطلاق. المصطلح الآخر، لا يعتقد الخبراء، يقولون لا يعتقد الخبراء أن هذه الطائرات والصواريخ جاءت من الجنوب بل جاءت من الشمال، لا يعتقدون، يعني ليس لديهم أدلة واقعية مثبوتة يمكن مناقشتها. لا يعتقدون يعني أنهم ليس لديهم أدلة، يشككون يعني ليس لديهم أدلة. أن النقطة الثالثة أنه هذه الصواريخ تشبه فنيا أو إلى ما ذلك إلى الصواريخ الإيرانية وكذا. نحن كنا بانتظار لجنة الخبراء أن تقوم بمجموعة أدلة، وبالتالي بالإمكان يعني بعد ذلك أن نقول ونقول الحوثيين لماذا تتبنون عملية أنتم لم تنفذوها. لكن حتى الآن ليس لدى هؤلاء الخبراء أدلة، إنما مجموعة. لما سيد طالب، هل قدم الحوثيون يعني نعم هل قدم الحوثيون أدلة؟ نحن نريد أدلة حقيقية. نعم بالتالي أيضا من المقابل، هل قدم الحوثيون أدلة على تبنيهم أو على قيامهم بهذا العمل؟ أدلة، لا بالطبع لديهم أدلة. أولا هم تبنوا العمل، وثانيا هم قالوا أن هذه الصواريخ جاءت من اليمن ونشروا فيديوهات لحظة الإطلاق، وثالثا ورابعا أن السعودية نفسها تحدثت أنه تم استهداف منشآت الشيب النفطي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من اليمن. وهذه المنشأة أين هي؟ هي في الحدود السعودية الإماراتية، هي أبعد بعشرة كيلو أو يعني بعشرات الكيلوات عن إبقيق وخريف أبعد. ثالثا أن السعودية نفسها قالت في قبل استهداف أرامكو في إبقيق وخريف أنه تم استهداف الدوادمي وعفيف وخطوط أنابيب النفط في شرق الرياض. هذه المنطقة استهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. السعودية تقول أنه تم استهداف هذه المنطقة من الحوثيين. طبعا هذه المنطقة بعيدة كثيرا، هذه المنطقة عفيف والدوادمي 1100 كيلو، منطقة خريص وأبقيق 1300 كيلو. حقل الشيبة النفطي الذي قالت السعودية أنه تم استهدافه من اليمن 1200 كيلو. يعني المسألة إذا كانت هذه، فعلى السعودية أن تسقط جميع التهم التي كانت، جميع الأخبار التي كانت تقول أن الحوثيون استهدفوا السعودية. إذن أرجو أن تبقى معي، ينضم إلينا أيضا الصحفي عبد الله الحرازي. نعم سأعطيك وقتك، لكن الآن نتحدث مع السيد عبد الله الحرازي. سيد عبد الله الحرازي أهلا بك. مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام وبضيفكم العزيز. أهلا بك، ربما سمعت لضيفي ورفضه لهذا التقرير، أو أنه قال لن نبت في هذا التقرير حتى الآن ورفضوا الأدلة. أنت كيف ترى أو كيف تنظر لهذا التقرير؟ الحقيقة أن هذه حالة مستعصية، يعني في العادة أن هناك تهم يحاول المتهمون نفيها، لكننا هنا إذاء حالة عجيبة، حالة شاذة كما هو وضع الحوثيين بالمجمل، إذ أنهم يصرون على ارتكاب جريمة بينما يحاول الآخرين تبرئتهم منها. ومرد التبرئة هنا هي أن هذه القدرات فعلا يعني وضعت كثير من علامات الاستفهام على جماعة بدائية تقاتل بما نهبته من أسلحات الجيش اليمني، ويعرف اليمنيون قبل غيرهم إمكانياتهم المتواضعة والبدائية، سواء في نمط الفكرة أو في وحشية وبدائية تعاملهم مع المعارك بلا أخلاقية ولا إنسانية. الحقيقة نحن كمتابعين نستغرب من حالة
الفداء العجيب التي تصر عليها جماعة الحوثي، وحالة فلنقل الاستشهاد التي تبديها، والدفاع عن عرابتها الأساسية إيران. هم إذا تم تبرئتهم من هذه الجريمة، فهناك جريمة موثقة الآن بهذا الادعاء الحوثي بمجازفتهم بالبلد، بمجازفتهم بالناس، بمجازفتهم بالأبرياء، بعدم يعني التفاتهم أو أنهم يأبهون حتى لردود الفعل التي كان يمكن لو تم أخذ تبنيهم أخذ الجد أن يتعرض لها الناس في مناطق في المناطق الواقعة تحت احتلالهم وسيطرتهم. إذا نحن إزاء حالة عجيبة، لا ندري ما هو الدافع الأساسي لها سوى الاستماتة في الانتماء لهذا المحور الذي يعني رصده العالم كله كمحور للشر ومحور للإرهاب، وهو المحور الإيراني. سيد عبد الله، قائل يقول أن الحوثيين يستفيدون فعلا من تبني هذه الحوادث على مستوى التحشيد الداخلي، هل فعلا تحققت دوافعهم هذه؟ حقيقة أنه هنالك مبدأ يمني وهو يقول أن الهنجمة نصف القتال، فربما أحد التقاطعات. دعيني أقول أولا أنهم استفادوا هم محليا في هذا الاتجاه بجانب التضخيم للذات، و يعني ادعاء القوة والقدرة واليد الطولة وإلى آخر تلك المقولات داخليا وأمام السعودية، لكنهم أيضا تقاطعوا مع الإيرانيين الذين على الفور كان يعني حديثهم لافتا على أعلى مستويات في الإدارة الإيرانية، سواء كان الرئيس الإيراني روحاني أو حتى ما صدر عن مكتب المرشد، وكذلك ما قاله وزير الخارجية، من إثباتهم بشكل يدعو للشك والريبة في أن ما حدث قام به اليمنيون، اليمنيون يحق لهم الدفاع عن أنفسهم، اليمنيون يحق لهم. كان هنالك يعني جرعة زائدة من إلصاق الأمر بجماعة الحوثي لدرء التهمة عن الفئة الإيرانية التي تعرف عواقب مثل هذه التصرفات الحمقاء. يعودنا للحديث عن التقرير أيضا، وهل لديك قراءة بشأن توقيت هذا التقرير؟ لا أعتقد أن هنالك توقيت، يعني هنالك توقيت معتاد وهو توقيت دوري للجنة الخبراء ونحن في يعني في بداية عام جديد ونهاية عام ماضي، هو توقيت طبيعي لإصدار هذه التقارير تقريبا كل 6 أشهر، لكن اللافت أن لا أحد يأخذ لا أحد أخذ الادعاء الحوثي ما أخذ الجد، خاصة وهي تلك الجماعة التي عجزت عن توفير أبسط مقومات الحياة للإنسان اليمني في الداخل، ونحن نعرف أن ما يحتاجه مثل هذا التصنيع الحربي يحتاج إلى عقول متعلمة، لا هي غير موجودة ولا متوفرة في كوادر هذه الميليشيا. أرجو أن تبقى معي سيد عبد الله. أعود للسيد طالب الحسني. سيد طالب، لو تسمعني، العالم كله يشير إلى إيران بإصبع الاتهام، والحوثيون في حالة فداء عجيبة كما يقول عبد الله الحرازي. بالتالي ما جدوى هذه حالة الفداء هذه؟ ما جدواها وما فائدتها؟ ما الذي تعيده على الحوثيين؟ عجيب جدا. يعني أولا هو ليست حالة فداء وليست حالة شاذة. السعودية تحارب اليمن، والسعودية فتحت حرب مع اليمن، والسعودية تعتدي على اليمن، والسعودية أيضا. أنا كنت أتمنى من الأخ عبد الله أن يناقش التقرير، يعني لا أن يهرب إلى الكلام الإنشائي والاتهامات وهذه الحوثية جماعة ولا تستطيع أنا فقط أريد أن أقول للأستاذ عبد الله أنه ناقشوا التقرير هذا الذي وناقشوا الأدلة داخل التقرير. يعني حقيقة هو يكفي أن تمتلك السعودية دليلا قطعيا رئيسيا لإدانة إيران، وبالتالي سيكون على السعودية أن ترد على إيران، لأن هذا سيكون اعتداء من دولة إيران، ليس مع السعودية حرب مع إيران، وبالتالي على السعودية أن ترد ردا عسكريا على إيران أو أن تسكت. ولكن عندما تعجز السعودية عن الإتيان بدليل، فقط دليل واحد على أن هذه إيران، ثم أيضا ترد بالبساطة، يعني حتى كلام الأستاذ عبد الله والكثيرين أنه
أنه ليس هناك القدرة. أنتم تسقطون اتهامات سعودية على سبيل المثال، الكثير من الاتهامات السعودية أنه السعودية تضرب من اليمن بصواريخ باليستية، السعودية تضرب من اعتداءات حوثية. آلاف وعشرات المرات وعشرات التقارير السعودية التي تقول أنه هناك ضرب من اليمن تستهدف المنشآت السعودية، وأيضا عشرات الاتهامات أنه اليمن أداء الحوثيون أداة إيرانية يستهدفون السعودية من اليمن. بالضبط، هناك من يقول أن الحوثيين ليسوا سيد طالب، هناك من يقول أن الحوثيين ليسوا سوى ميليشيا مسلحة تديرها إيران. تصل إلى نتيجة، هل اليمن، هل قطعا يعني هل لدى الحوثيون القدرة أم ليس لديهم القدرة؟ هل لديهم أسلحة من إيران ويستطيعون أن ينفذوا هذه الضربات؟ إذا قلتم ليس لديهم وبالتالي هم لم يضربوا أبقيد ولا خريص، فإذا أنتم تعفوهم أنهم يتلقون أسلحة من إيران. إذا قلتم أن لديهم وإن كانت من إيران أو من غير وإذا إيران هم ينفون ذلك فالآن هم يعترفون بذلك. عليكم أن تقولوا أيضا أن الحوثيون يستهدفون السعودية. دعني أتحدث. عليكم أن تقولوا أيضا أن الحوثيون يستهدفون السعودية. أما أنكم تقولوا ليس لديهم القدرة وتقولوا أنهم أداء إيرانية وأنهم ينفذوا هجمات على السعودية في نفس الوقت، ما هذا التضارب؟ ما هذا التضارب وما هذا التناقض؟ ثم أن السعودية إذا لديها دليل على أن إيران هي من ضربت أرامكو فلتثبت الدليل. حتى لجنة الخبراء، هل معقول أن لجنة الخبراء تقول نشكك وليس لديهم دليل، ثم لا نعتقد وليس لديهم دليل؟ ما هذا التخبط؟ ما هذا التخبط الأعمى؟ نحن نقول ثلاث أشياء. أولا، هناك حرب مفتوحة مع السعودية. ثانيا، والمتضرر الوحيد هو الشعب اليمني، المواطن اليمني، المدني اليمني. لكن لماذا يصر الحوثيون على تحميل الشعب تبعات أفعالهم؟ سيد طالب، أنت تطيل في الحديث. سيد طالب، الحصار السعودي، هذه الحرب فرضت على اليمن، وهذا الرد ضروري لإيقاف عدوان السعودي. عليكم أن تتحدثوا عن العدوان. لماذا يتحمل اليمني تبعات ما تقوم به الميليشيا؟ قولوا للسعودية، يجب على السعودية أن توقف الحرب على اليمن، بالتالي توقف الأضرار باليمنيين. قولوا للسعودية، يجب عليكم أن ترفعوا الحصار على اليمن، بالتالي توقفوا المجاعة على اليمنيين. لا تقولوا للحوثيين لا تضربوا السعودية، أنتم تضرون اليمن. قولوا للسعودية أوقفوا عدوانكم، أنتم تضرون اليمن، أنتم تضرون اليمن. أما أنهم مرة يقولون الحوثيون أداة وينفذون هجمات على السعودية بما في ذلك السعودية. سيد طالب، أكرر سؤالي للمرة الأخيرة، ربما لم تسمعني سابقا ولم تجب على سؤالي. سيد طالب، لماذا يتحمل اليمنيون بأي ذنب يتحمل اليمنيون؟ سيد طالب، هل تسمعني؟ سيد طالب، لو تسمعني أنا أسألك الآن، لماذا يتحمل اليمنيون تبعات ما تقوم به الميليشيا؟ من قال أن اليمنيين يتحملون تبعات؟ من سيتحمل التبعات إذن؟ من سيتحمل التبعات؟ هذه الحرب فرضت على اليمن وفرضت على الحوثيون، لم يبتدئوا بهذه الحرب، لا يشنون حربا اعتباطية على السعودية، لم يقوموا بتنفيذ حرب على السعودية، لم يقوموا بتنفيذ ابتداء بحرب على السعودية. السعودية هي من جاءت وهي من قاتلت وهي من أعلن التحالف. السعودية هي التي أعلن التحالف ضد اليمن، لم يعلن الحوثيون وحلفائهم تحالف حرب السعودية، لم يقولوا نحن سنحارب السعودية من أجل إيران، ولم يقولوا نحن سنقاتل السعودية. هم قالوا أنهم في اليمن وأن السعودية تعتدي عليهم إلى اليمن. لا يجب أن تقرأوا الأمور معكوسة. تمام. أشكرك جزيل الشكر الصحفي طالب الحسن، كنت معي ببيروت. أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى هولندا وسيد عبدالله حرازي. سيد عبدالله، لماذا لا يخشى الحوثيون من تبعات تبني مثل هذه الهجمات؟ ربما هل لذلك علاقة بالانتهاكات التي مارستها السعودية في اليمن؟ الحقيقة أن الحوثيين معروفون طوال تاريخهم بالتمترس بالمدنيين منذ أن كانوا في جبال مران، يتمترسون بالقرى وبالمنازل ويعرضون حياة الناس للخطر، وبالتالي هذه أصبحت استراتيجية في أداء الحوثي وفي قتاله. لم يحدث أنهم بالوا أصلا بالمدنيين، سواء
كانوا في أوساطهم متمترسين بهم أو حتى في المناطق التي يقتحمونها يبدأون بالقصف العشوائي، وهذه الطريقة يعني بعيدة عن موضوع تقريرنا. ضيفكم من 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 بيروت ويعني تحدث أو طالب بالعودة إلى التقرير، ثم ذهب لطرح خطبة جمعة حوثية عن طريق لماذا السعودية قامت بال يعني بهذه الحرب، متناسيا وقافزا على كثير من الحقائق، حقائق انقلاب هذه الميليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وعلى إرادة اليمنيين وعلى مخرجات حوارهم وإلى آخره. يعني لن نعيد جردة الحساب من البداية، نحن إزاء تحقيق يعني دولي يشكك كما قال ضيفكم الآخر، يشكك في أدلة الحوثيين بتبنيهم لهذه العملية. وأنا أتفق معه أن على التقرير أن يبحث الآن في فيما يخص أو على المحققين الدوليين وليس على هذا الفريق. هذا الفريق هو معني لكي يتضح الأمر للمشاهد بإصدار تقارير دورية عن اليمن وعن الأطراف في اليمن والأطراف يعني الخاضعة لمسألة العقوبات من مجلس الأمن. فإذا هذا التقرير هو معني بهذا الأمر، هو معني بالأمر اليمني. لو كان وليس معنيا بتوجيه ضيفكم، نعم هو ليس معنيا بتتبع مشكلة قصف المنشآت السعودية ومن أو الفاعل. من هو بالضبط. من هو غريم السعودية هنا؟ إذا هذا خارج اختصاصات هذا الفريق. هذا الفريق معني أساسا بالوضع في اليمن، والوضع في اليمن يقول أن هناك جماعة انقلابية معروفة ومدانة على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جماعة تنحو إلى الأعمال الإرهابية وتعريض حياة الناس للخطر من خلال أعمالها الإجرامية في الداخل ومن خلال اعتداءاتها في إطار حرب التحالف يعني واستعادة الشرعية، ومن خلال أيضا تماهيها كأداة معلنة، هي تعلن يعني أنس عبد الملك الحوثي يقول هذه معركة لا تتجزأ. إذا كل الادعاءات التي قام بها الحوثيين في الداخل في مسألة أنهم يدافعون عن السيادة هذا كذب. هم من انتهك السيادة، هم من جلب الغازي أو الأجنبي الذي هو الإيراني. أما بالنقطة التي أثارها لا أتذكر اسمه، يعني حسن. أن هناك يعني ادعاءات أو تناقضات، لا يوجد هناك أي تناقضات، يعني مسألة البشرية. أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الحرازي، كنت معي من هولندا، أعتذر على مقاطعتك. ينضم إلي أيضا من إسطنبول المحلل السياسي دكتور عادل المسني. دكتور عادل، ما هي قراءتك الشخصية لما ورد في تقرير الخبراء الدوليين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في تصوري أن هذا التقرير يأتي في سياق الأزمة المحتدمة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والآن يبدو أن هناك تركيز كبير على وإثارة لمشاكل إيران في المنطقة، ويأتي هذا التقرير كواحد من الإثباتات التي تؤكد مدى يعني جرائم إيران في المنطقة. بلا شك أن الاستهدافات القوية التي دكت أرامكو وأيضا شرق المملكة العربية السعودية كانت دقيقة للغاية وكانت تعكس يعني قدرة إيران، ولا يمكن أبدا لإمكانات الحوثي البسيطة، وإن امتلكت أيضا صواريخ وطائرات مسيرة من إيران، لكنها لا تمتلك الكادر الذي يوجه هذه الأسلحة فيصيب أهدافه بهذه الدقة والكفاءة العالية. وبالتالي الاتهامات تدور قصدي تتوجه إلى إيران. مجلس قصدي هذا التقرير الذي يقول بأنه يورد هذه هذا التقرير للأمم المتحدة وليس يعني قبيل المزح، لكنه هناك يعني مؤشرات وقرائن قوية تقول بأن هذه الاستهدافات جاءت من إيران، ولهذا هو يرفع هذا التقرير لمجلس الأمن. وبالتالي الحوثيين كانوا يغامرون باليمن ويقامرون باليمن لأجل أيضا خدمة إيران، وهم لا يزالوا يسيروا على هذا النهج، لا يفكرون ولا يعتهون بالمصلحة الوطنية لليمنيين
وهذا واضح الآن من خلال هذه أيضا الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كيف أن إيران يعني حركت كل أدراعها في المنطقة لأيضا ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأوا أن هذه الأدرع وهذه الميليشيات لا هدف لها إلا خدمة إيران، وأنها يعني أدوات خالصة لإيران تستخدمها ما تشاء ولا تأبه بالشعوب. دكتور عادل، بالتالي ألا يجعل هذا الأمر من الحوثيين مجرد مدفع بيد إيران ويسقط كل مزاعم الحرب التي يسوقونها من قبيل يعني الدفاع عن البلاد كما يقولون والدفاع عن السيادة؟ الجميع يدرك بأن الميليشيا الحوثية ميليشيا انقلبت على الشرعية وانقلبت على إرادة اليمنيين، وبالتالي جاءت في وفق أيضا مزاج إقليمي ودولي داعم أيضا ورافض أيضا للربيع العربي، وبالتالي جاءت في هذا السياق، وهي لا تمثل السيادة اليمنية ولا تمثل اليمنيين ولا تعبر أيضا عن إرادة اليمنيين، هي ميليشيا مثلها مثل الحشود في العراق ومثلها مثل الحشود أيضا في سوريا، وبالتالي هذه ميليشيا خارجة عن القانون، وبالتالي لا يستغرب منها هذا الكلام، فهي في الأصل خارجة عن القانون وخارجة عن المركعيات، وكان مفترض على المجتمع الدولي وعلى أيضا الأمم المتحدة أن تحمي القانون وتحمي ايضا المرجعيات في هذا السياق وتدعم الشرعيه اليمنيه، لكنها في الحقيقه تتمالأ تتواطأ مع هذه الشرعيات خدمه ايضا للمصالح العليا للدول الكبرى. واعتقد انه الان فقط الذي اثار هذه الاشكالات وهذا التحدي الكبير والازمه المتبدره في المنطقه، وبالتالي هناك رغبه امريكيه لاثاره كل هذه الاشكالات الموثقه ضد ايران. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي دكتور عادل المسني، كنت معي من اسطنبول. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقم، إلى اللقاء.